السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين الشباب. بمناسبة عيد الفطر النهاردة هنمسح محاكي بابجي من جذوره، يعني مش هنسيب أثر خالص للمحاكي على الكمبيوتر خالص. طب ماشي، فهمنا معنى نمسح المحاكي من جذوره، وهنمسحه ليه من جذوره؟ لأن الملفات بتاعة التحديث بتاع المحاكي وحكاية البند والملفات اللي بتتراكم تعمل لاج في المحاكي نفسه حتى لو لاج بسيط، والمشاكل اللي بتيجي يعني بتتراكم على الملفات بتاعة المحاكي. انت لما تمسح المحاكي من جذور وتثبته مرة تانية ميبقى اللاج هيكون خفيف خالص أو ممكن ميكونش فيه لاج أصلا. فاحنا النهاردة هنتعلم ازاي نمسح المحاكي من جذوره يدويا من غير أي برامج. أول حاجة هنيجي هنا، هنطلع من المحاكي من جنب الساعة هنا، تمام؟ نفتح التاسك مانجر SYZS، هنعملها اند تاسك، والكلمة الصيني دي اند تاسك برضو تبع المحاكي. هنا نكون طلعنا من المحاكي خالص، هنيجي هنا على كنترول بانل جيم لوب، هنستول تاني برضو. هو بياخد وقت يعني عشان ملفات المحاكي بتكون كتير. كده مسحنا المحاكي من الكمبيوتر، تمام؟ عند سينانس اس في سي هتشوف انت مثبت المحاكي. انا مثبت المحاكي في الايه، هنيجي هنا عند التمب شيفت وديليت، تمام؟ بروجرام فايلز شيفت وديليت برضو. هنفتح الرن، نجيب اب داتا، هنيجي عند تنسنت ونمسحها لوكال، تنسنت برضو ونمسحها تمب كنترول ايه شيفت وديليت. هنكتب تم برضو بس هنحط علامة النسبة المئوية تم، نحط العلامة مرة تاني كنترول ايه شيفت وديليت. هنكتب بريفيتش كنترول ايه شيفت وديليت. كده خلاص نفتح السيس بي سي مرة تاني السي. هنا هنظهر الملفات المخفية بروجرام داتا، هنيجي هنا عند تنسنت شيفت وديليت. كده تمام، فاضل معانا اخر خطوة، نفتح ران برضو ريج اديت، نيجي هنا يوزر سوفت وير، نيجي هنا عند تنسنت ديليت. كده تمام، كده خلاص تمام. كده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوس على زر اللايك تحت وتشتركوا في القناة. يلا سلام.